استحالة الست تعرف تغير حاجة. أنا مطلقة بقالي 9 سنين. أنا عندي 5 أولاد وجوزي متوفي. كنت حاسة إن أنا مش عايشة في الدنيا. نفسي لما يكون عندنا أولاد أعلمهم علم كويس وأطلعهم يكون هما حاجة كويسة جدا. الست عمود البيت زي الراجل. عدد كبير جدا من الستات ما عندهمش شهادة ميلاد. في محافظة الفيوم الستات وضعها الاقتصادي ضئيل جدا. بتقابلنا مشاكل كتير في حياتنا وما بنبقاش عارفين نتصرف فيها ازاي. هنعلمكم كل حاجة. قررت ان انا اكون واثقة في نفسي. ازاي اتخذ قراري مش زي الكلية رأيي في البيت. انا لو مش واثقة من نفسي ما كنتش قعدت قدام المسؤولين واتكلمت. لازم يكون لنا رأي. في اللحظة اللي انا خدت فيها القرض دي حسيت ان انا هكبر مشروعي وهكبر مع مشروعي. حياتي كلها اتغيرت. حاسة ان انا اتنورت. مشروع تمكين هو تمكين المرأة في الفيوم منطقة أول الصعيد، مهتمين جدا بالمرأة المعيلة لأنها المرأة المكافحة اللي بتجري على عيالها واللي الحقيقة ما بيبقاش عندها ولا التعليم ولا المهارات اللي يساعدها تخش سوق العمل بشكل زي الرجل. بنشتغل في الفيوم في 3 قرى، العدوة والعمرية وبالصعود. البرامج كلها اللي احنا بننفذها خلال مشروع تمكين بتمكن الست ان هي يبقى لها صوت ويبقى لها رأي ويبقى لها كيان منفصل، وبتساعد كمان أسرتها في ان هي تبقى عضو فعال داخل الأسرة ومنتج كمان. ADIO has been working for many years, I think almost 30 years in women's social, economic and political empowerment. So we know that working with ADIO, we can count on a solid experience. Would support the Tamkin project, which aims at promoting women empowerment in Egypt. أهم حاجة في مشروع تمكين هو تمكين المرأة قانونية، بداية من استخراج الأوراق الرسمية ليها، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، تعريف القانون لأحوال الشخصية، حقوقها الشرعية، حقوقها مع زوجها، حقوقها مع أولادها. وبنقدم لهم الاستشارات القانونيه لكل المواضيع اللي بيسالوا عليها داخل الندوه، اللي فيهم محتاج لرفع دعوه قضائيه. بعد ما بنفشل اللي قالهم بالطرق الوديه بنرفع الدعوه من خلال المشروع، لان من ضمن خدمات المشروع هو رفع قضايا الاحوال الشخصيه للسيدات بالمكان. برنامج القروض الجماعي، الجمعية أو الجمعية طبقت البرنامج على مستوى جمهورية مصر العربية والوطن العربي كمان. اشتغلنا في 3 قرى في محافظة الفيوم. بدأنا نشتغل على السيدة المعيلة للأسرة. أنا ست مطلقة وبجري على أولادي وقاعدة وحدي ومعايا شابات بالإيجار. السلام عليكم، ازيك يا حاجة؟ احنا جمعية نهوض وتنمية المرأة، بتقدم قروض للمرأة المعيلة، المرأة المنتجة اللي هي حابة تعمل مشروع. بنقدم قرض قيمته 1500 جنيه، يبقى مجموعة مع بعض الخمسة بيضمنوا بعض، طبعا بصورة بطيء مفيش أي ضمانات تانية. أنا كنت في البيت وجات لي الأبلة ولاء، قالت لي إحنا بنعمل قروضة، وسكت عادة من القرض الكبر مشروع. جيت رحت عاملة قرض 1500 جنيه، فمضيت وخلصت ورقي وجاية النهاردة استلم القرض. بنحاول طول الوقت ان احنا نتابع الست اللي بنشتغل معاها، بندربها، بندرس حالة مشروعها وبندرس ضمانهم لبعض وقدرة الست على إدارة المشروع، ازاي تقدر تحافظ على جودة منتجاتها.
43 سنة ومن البداية ما تعلمتش خالص، ما عمريش قريت ولا كتبت يعني ولا حاجة، وكنت بخبر ده مش مشوار ولا أي حاجة ولا تهم بعيل عيان ما عرفش أديله الدواء. ما رحتش المدرسة، ما كنتش بعرف أقرأ لعياني خالص، وكنت بطلع مشوار كان لازم أخد أختي معايا. حسيت إن أنا في الدنيا دي مش فاهمة حاجة. السلام عليكم. ازيك يا خالتي ام علاء؟ ازيك يا ام كرم؟ انا شغاله في جمعيه نهوض وتنميه المراه، وان شاء الله افتح هنا فصل محو اميه عشان اعلم الستات اللي هم مش متعلمين اعلمهم القرايه والكتابه. تجي معانا تتعلمي ان شاء الله. الف ب ت س ج ق د ز ز ر ر زين زين س ش ش ص ص ص ض. والدي توفى وجدي توفى، والدتي قررت ان انا ما اروحش المدرسه. كنت حاسه ان انا عادي يعني عايشه زي مش عايشه عادي. سبب قالوا ان البنات ما ينفعش تمشي في الطريق، المواصلات مش كانتش كويسه، كانوا خايفين عليا بمعنى صح. قالوا ده في بنات كتير من الارياف بتطلع، اللي يتعلموا قدوه. عن طريق احلام البنات اتمينا بالبنت المتسربه من التعليم، لان دول البنات اللي هم هيبقوا امهات في المستقبل، واللي هم مش في التعليم ومش بيشتغلوا، وبالتالي هي ممكن جدا يكرروا نفس مشكله الام التي تعول الاسره اللي اختارت اختيارات خاطئه. هتعرفي مثلا ازاي تكوني واثقه في نفسك، ازاي ما تخجليش، ازاي تعرفي تختاري صديقه ليكي، تعتني بشعرك، تعتني باظافرك، يعني حاجات لحاجاتك انت الشخصيه. وفي كمان جوانب في الجوانب القانونيه. هتحبي ان شاء الله تيجي تحضري معانا؟ ان شاء الله. فصلنا اللي هو فصل احلام بنات، احنا بنعمل لكم عمليه توعيه. البنت منكم الحلم اللي هي بتحلم بيه ونفسها تحققه ده بالنسبه لها بيبقى هدف المفروض انه توصل له. في برامج تغذيه، اي الحاجات اللي تفيدك واي الحاجات اللي ما تفيدكيش. كمان تربيه الطفل للبنات اللي هم الصغيرين اللي زي حالات كده لما اتجوزوا معاهم اطفال، بنعرفك ازاي انك تربي النشء الصغير ده اللي انت ما تعلمتوش ازاي تعلميه لاولادك. انا مطلقه بقالي 9 سنين، ما كان ممنوع ان انا اطلع بره تاجر ابيع اروح هنا اروح هنا. اخواتي كانوا منعني اي حاجه، اقول لهم ان انا اشتغل يقول لي لا. عندنا الواحده مطلقه لا ما تخرجش بره. احنا هنفتح فصل اسمه المراه العربيه تتكلم، عايزين نعرف ايه هي مشاكلك ونعرفك ازاي تاخدي حقك. احنا البرنامج بتاعنا اسمه برنامج المرأة العربية تتكلم. تتكلم هو في ست ما بتعرفش تتكلم؟ لا، كلنا بنعرف نتكلم، بس نتكلم امتى وازاي هو ده اللي هنتعلمه هنا. الست عمود البيت. الموضوعات اللي احنا هنتطرق فيها في الجلسات هي التفاوض، القيادة، التطوع، الاتصال. أسماء، تقدري تقولي لي يعني ايه قيادة؟ قائد هو مسؤول عن الجماعة من الناس، بيوصل رسالتهم لأي حد تاني سواء في المجتمع شخص مسؤول أي حد. النهاردة جايين نسمع المشاكل اللي رصدتوها وقياداتنا رصدتها في القرية عندكم هنا عشان نحاول نوصل صوتكم في لجنة الحي للمسؤولين ونحاول نحلها مع بعض ان شاء الله. جاي اتكلم في مشكلة الإنارة، النهاردة بتكلم عن الصحة. انا المشكلة اللي انا هتكلم عليها هي مشكلة الإسعافات الأولية. احنا النهاردة في لجنة الحي مع الأستاذ جمال نبوي رئيس الوحدة المحلية بقرية العدوى علشان نعرض المشاكل بتاعتكم. اي مشكلة يعرضوها احنا بنحاول نحلها على قد المستطاع بالتعاون معاهم. احنا خدنا كل خبرتنا بتاع 29 سنة في برامج مختلفة وقلنا هنحطها كلها بصفة متناغمة متكاملة في الفيوم. يعني ما جيناش لمشروع واحد، قلنا هنعمل تنظيم المجتمع وهنعمل القروض وهنعمل القانون وهنعمل الحاجات الاجتماعية وهنعمل احلام البنات والمرأة عمالة تتكلم ومحو الأمية والصحة والتعامل مع الدولة ووصول الأصوات لصناع القرارات حتى نستطيع أن نؤثر على المجتمع كله. احنا ما بنشتغلش مع المرأة بس، احنا بنشتغل مع المرأة وأسرتها ومع مجتمعها، وننقل الخبرة دي بقى كمان للجمعيات الصغيرة هناك عشان يقدر يبقى هو ده المسار.
عرفوني ان الست لها حقوق وان ازاي تعرف تاخد حقها. ورحت عملت بطاقه شخصيه وشهاده ميلاد. ساعه ما اخدت الكارت ان انا كبرت مشروعي ومشروعي كبر معايا وبقدر ان انا اصرف على العيال واصرف على بيته وحالي. خدت القرض كبرت المشروع بكسب وبقيت اودي ولادي الدروس وهنا وهنا وكل حاجه بقت معايا القرش متوفر. نورنا وتعلمنا والاول ما كناش عايشين في الدنيا. الحمد لله تهمنا براحنا شويه وعرفنا برده وجبات بيتنا وعرفنا برده كل حاجه. حسيت ان انا اتولدت من جديد وان انا بقى ببني مستقبلي من جديد، بقيت واثقه في نفسي وقررت ان انا اخش المدرسه واكمل تعليمي. اتعلمت ازاي اتخذ قراري من نفسي، ازاي كلية رأيي في البيت، ازاي اكون واثقه في نفسي، ما كنتش مهمله في نفسي، ما كنتش مهمله في بيتي. من يوم ما رحت فصل المرأة العربية انا كل ما اقابل اي حد اقول له يروح الفصل. حياتي كلها اتغيرت وبقت بعمل الناس معامله كويسه. كنت بضرب حبيبه وكنت بعملها معامله مش كويسه، دلوقتي بقت بعملها احسن معامله وبعلمها احسن تعليم والحمد لله 3 شهادات تقديره وما بيواجهها. أعضاء الجمعية عرفوني بالمسؤولين وعرضنا عليهم المشاكل بتاعتنا، بالفعل في منهم 4 مشاكل اتحلوا. احنا رجالتنا لما كنا بنقولهم ان احنا ممكن نغير كانوا بيقولوا لنا لا استحالة الست تعرف تغير حاجة، فبدأنا ان احنا نغير ونتكلم وعرفوا ان الست ليها رأي وانها تعرف اللي هي تتعلم وتتكلم ويبقى ليها صوت. The Italian cooperation is currently contributing and supporting the Egyptian government, and the experience of the Tamkeen project will be also beneficial to improve the impact of our activities. كنا مهتمين قوي في الفتره الحرجه اللي بقالنا فيها 5 سنين دي انه نبقى جمعيه مصريه وطنيه رايحه تصحي الوطنيه تاني في الناس اللي هي موجوده، ولكن ازاي نديهم المهارات انهم يزوروها.